انظر اخواني في الله الى الرحمة يا جماعة. ما يحدث في المسلمين في غزة لو قيل لأكفر الكفرة وعنده رحمة واحد بالمليون ما استطاع أن يفعل ما يفعل هؤلاء المجرمون. ما عندهم في قلبهم ذرة رحمة، مش ممكن، ذرة رحمة مش ممكن يكون. تقتل أطفالا ونساء وعجزا وناس في بيوتهم ونائمون، تدخل عليهم الموت أو الرعب أو انقطاع الكهرباء والماء وقوام الحياة، ثم يهربون إلى المستشفيات، تقصفهم في المستشفيات. ما في قلبه ذرة رحمة، لا يوجد ذرة رحمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحقيقة أنا لا أستطيع أن أنظر إلى هذه المناظر، أنا أتابع الأخبار بالجهة العكسية، فإذا قالوا لي في قصف ما لا أنظر، طب في فتوحات أنظر. فمثل هذا يخفف المصاب، ولكننا لابد أن نستمر في الدعاء لهم وبما فتح الله عز وجل علينا من تطبيق واستقامة واستجابة. فاستجابتك لأمر الله في هذا الوقت من أسباب نصر المسلمين. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على من قتل الأطفال أمام أمهاتهم وسفك الدماء أمام أمهاتهم، لا رحمة في قلبه أبدا. تقصف مدرسة فيها أطفال، تقصف مستشفى وتتحجج أن تحت المستشفى يوجد أنفاق للمقاومة وما شابه، وتقتل بالألوف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة، ما يسمع في الأخبار سماعا من غير أن ترى يعني يؤكد 100% أنه لا حل مع اليهود إلا السلاح. فهؤلاء القوم لا يفهموا أي نوع من أنواع السلام. وكما كنت أسمع وأنا صغير، لا حل مع هؤلاء إلا أن يصبح الدم إلى الركب، لا حل معهم أبدا، لا تفاهم. انظر، يصل إلى مرحلة يبعث لك مبعوثا تناقشه، وبعدما تناقشه أياما في النهاية يقول لك كلامك صحيح. بعد أيام أنت تناقشه يقول لك إيه كلامك صحيح، بس بدي أعرض النقاش هذا على الكنيسة وبرد لك خبر. بتروح ثلاثة أشهر بيرجع لك يقول لك ما وافقوا، خلينا نستأنف النقاش. طيب خلينا نتناقش كمان مرة، تقعد أسبوع أنت تناقشه أساتذة وأوراق وكلامك صحيح، اللي بيناقش بقول لك كلامك إيه صحيح، ثم بعد ذلك بقول لك بدي أعرض هذا النقاش على وين؟ ثم أنت عرضت يا من سنة، بدي أعرض كمان مرة، بروح بعرض على هذا برجع بقول لك ما في، خلينا نستأنف. إيه لأمتى؟ يعني 40-50 سنة نشوف احنا وعندما التقى احدهم بيهودي جاء الى الاردن، فقال له اليهودي مع هذا الشاب الاردني، فصار بينهما كلام، فاذا بالشاب هذا الكلام قديم، فاذا بذاك الشاب يقول لليهودي اتعلم اني من اصل فلسطيني وأنك تعيش في بلادي؟ قال له أعلم، أعلم أنك من أصل فلسطيني وأنا أعيش في بلادك، لكن إن كنت رجلا فتعال حررها. هذا مين اللي بيحكي؟ اليهودي. قال له والله كلامك صحيح، لو أنا رجل كان حالنا غير معك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا لا حل معهم، ما في حل معهم. ومتى تمكنوا ذبحوا وأبادوا وقتلوا
وعندهم قاعدة أنك عربي بداية، سواء عربي عاصي ولا عربي مطيع، العبرة أنك عربي. حتى لو عربي نصراني أيضا أنت ستباد، هذه القاعدة عندهم. ولكن يقولون لابد من إيش؟ من التدرج في القتل. فأول ما نذبح مين؟ الأقربون أولى بالمعروف، فنذبح الفلسطينيين. الخطوة الثانية ننتقل إلى المجاورين، تصريحات عندهم لا شيء، يعني لا يخبون لا يخبون، وتقول معاهدات سلام وما شابه كله كذب. وقت ما أرادوا قالوا عندنا معاهدة، وقت ما أرادوا قال نقضت المعاهدة. فهم يطبقون أكلت يوم أكل الثور الأبيض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الأمل بالله جل في علاه، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فنسأل الله عز وجل أن يحرق اليهود، وأن يبيد اليهود، وأن يدمر اليهود الملاعين الصهاينة المحتلين، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. إنه هو القوي العزيز،